لقيت الشاشة أي وقت احكوا لي، ماشي الحال؟ أي سؤال، أي حد عنده أي سؤال استوقفوني بأي وقت، ما في مشكلة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم راح نبلش في موضوع جديد واللي هو الأسيديتي والبيسيسيتي أو الأسيدز أند بيسز. طبعا إحنا انترستد في الأورجانيك أسيدز أند أورجانيك بيسز. شو يعني أورجانيك أسيد أند أورجانيك بيسز؟ يعني مركبات أورجانيك، يعني مركبات فيها كربون، أوكي؟ يعني ممكن أنا أعطيك كيتون والديهايد، أعطيك كيتون وإستر وأحكي لك ميز لي إياهم، هل هم أسيدك فانكشنال جروبس، هل هم بيسك. ممكن أعطيك مثلا أمين، أعطيك بيريدين، أعطيك بايرول وأحكي لك أي أقوى واحد بيسز، رانك ذيم أكوردنج تو ذير بيسيسيتي. فأنا بدي مركبات أورجانيك مش إن أورجانيك. الإن أورجانيك مثل HCl H2CO3 إشي زي هيك، يعني إن أورجانيك. أنا رح أعطي إنترودكشن في البداية على الأسيدز بشكل عام، ورح يعني يجي بذهنك مباشرة الانأورجانيك أسيدز، لكن بعديها رح انتقل على الأورجانيك أسيدز ونشرحهم بالتفصيل، وبعديها ننتقل على الأورجانيك بيسز وكمان نشرحهم بالتفصيل. طبعا الحلو بالموضوع في عندي factors affecting الأسيديتي والبيسيسيتي، وهاي يعني الأمور منظمة. يعني إذا رتبت أفكارك علمت كل فئة رح تكون الأمور سهلة، أوكي؟ نشتغل بطريقة يعني بنقول منظمة. فبداية خلينا زي ما حكيت لكم أبلش لكم general introduction، أشياء سمعتوها في المدرسة حتى، يعني simple كيمياء 103 ممكن. فيعني ابتداء من اللي هي definition of acid and bases، أوكي؟ شفتوا أرهينيس definition للأسيد والبيز، بس احنا نحكي عن البرونسد لوري واللويس، أوكي؟ should be enough. فشو what is the definition of acid and bases according to Bronsted and Lowry؟ شو انتو بتعرفوا، شو بتعرفوا عن الأسيد؟ شو تعريف الأسيد؟ شو تعريف البيس؟ مانح البروتون والقاعدة مستقبلة للبروتون. ممتاز. إذا الأسيد is a proton donor whereas the base is a proton acceptor. إذا معناته المركب مثلا أنا عندي HBr plus water، طبعا دائما make sure إنك ترسم هاي الإكواجين and notice that we're talking about weak acid and weak bases. Because of that we're gonna use this type of arrow which indicates شو هذا indicate what this type of arrows. شو معنى هذا السهم؟ أنا عندي إيش؟ إنه بكون عندي حجم ضعيف. جزئي. أنا عندي إكوليبريم، صح؟ آه. شو يعني إكوليبريم؟ يعني هذا السهم اللي للأمام، سهم رقم واحد، شو بعني؟ سهم رقم واحد. بعني forward وtwo backward، صح؟ واحد للأمام، واحد للخلف. الفورورد شو بعني؟ يعني إنه this compound أو this acid يعني dissociation، راح يصير له تكسر وراح يصير له ionization dissociation. والسهم رقم اثنين راح يحكي لي إنه راح يصير عندي association، أوكي؟ يعني dissociation وassociation. شو يعني مرة ثانية؟ أنا عندي acid، طبعاً ال HBr شوفوا donate H plus لا الووتر، فالووتر became hydronium ion H3O plus والHBr became Br minus. معنات وين الأسيد هون؟ HBr إنها منحة البروتون. HBr هو الأسيد because it donates its proton to the water. طيب الآن الووتر because the water accepted الأسيد أو البروتون، معناته شو بسميها؟ بيس. أيوة. إذن الأسيد هو بروتون دونر whereas the base is a proton acceptor. دائما بطلع على الجهة المقابلة، فال HBr تحولت ل Br minus، معناته هي أسيد، whereas the H2 الووتر accepted H plus، معناته هي بروتون acceptor، معناته هي بيس. فمعناته أنا عندي acid base reaction. Let us go to the second example. I have ammonia NH3. Okay. الآن الـ NH3 تحولت لـ NH4 plus. This means that
أمونيا أو الـ NH3 هي بروتون أكسبتر، معناتها هي أبيس. Whereas the water donated its proton لمين؟ لـ NH3، وبالتالي صارت عندي وهي بروتون دونر وبالتالي هي أسيد. هلا أنا لاحظ في الحالتين اللي هو الواتر one time act as a base whereas the second time the water act as an acid. Okay. هاي the same example again. فأنا عندي acid base reaction. الآن الأسيد the remaining species after the proton has been donated شو بسميها؟ conjugate base. Whereas the resulting species that after the proton has been accepted we call it conjugate acid. معناته في الأسيد base reaction where I have H اللي هو equilibrium I will have conjugate base and conjugate acid. فالأسيد إلها دائما conjugate base والbase إلها دائما conjugate acid. صح ولا لا؟ طب إذا كانت الأسيد هي strong شو conjugate base بتكون؟ weak. Weak. أيوة. وإذا كانت weak فبتكون strong. نعم. فأنا عندي acid base reaction وبتكون عندي conjugate acid conjugate base. طيب عن حسب Bronsted Lowry definition معناته الأسيد has to have what in order to call an acid acid the acid has to have H plus proton. ممتاز. إذا معناته this is a limitation for Bronsted Lowry definition. Okay. فمعناته لا the acid has يعني not always the acid has a proton. يعني مثال على ذلك مثلا خلينا نجي نحكي ال BF3 وال BH3. اوكي BH3 هذول عبارة عن acid لكن بنفس الوقت they don't have H plus. صح؟ ما عندهم H plus وبالتالي معناته انه Bronsted Lowry not very common او not يعني broad definition of acid and bases but we have to go to more broad definition, okay, which is the Lewis definition. In Lewis definition, شو حكينا عن الأسيد والبيس؟ شو رأيكو؟ What is the definition of Lewis? إنه الحمض هو يمنح يستقبل جذن الإلكترونات والقاعدة تمنع جذن الإلكترونات. ممتاز. إذا أنا بدي أطلع هون على الإيش اللي هي الإلكترون بير. هل هو بصير لهم donation أو acceptance؟ فشو حكونا؟ شو حكينا لويس؟ حكينا إنه الأسيد هو عبارة عن electron bear acceptor. فمثلاً if you look at this example where you have H plus, H plus with water, okay, رح lone pair from the water move to the H plus. معناته ال H plus to form this hydronium ion, okay. ففعلياً شو اللي صار؟ إنه ال H plus has empty S orbital, okay? Because of that, it has the ability to accept electrons من مين؟ من ال water. So this lone pair moved to the where? To the S orbital in the H plus. معناته since the H plus has the ability to accept electron, we call it Lewis acid, okay? عشان هيك احنا سمينا Lewis acid بالعادة. Lewis acid هو electron deficient, okay? Because can accept as a result, it can accept electrons from the Lewis base. ماشي الحال. Whereas the water هي electron bear donor, وبالتالي هي طبعاً electron rich, so we call it Lewis base. Okay? فالبيس حسب Lewis والأسيد هي عملية انتقال الإلكترونات. مش ضروري يكون عندي H plus. فإذا استقبلت إلكترونات ما هي معناتها أسيد. وإذا أعطت إلكترونات معناتها بيس. في التو ديفينيشنز البيس هي إلكترون ريتش. لاحظ الـ NH3 بالأول بالمثال اللي أخذته قبل شوي ولا الواتر هون أو الواتر بالمثال الأول والثاني حسب يعني لو هو إلكترون البيس تشوفه إلكترون ريتش. والبرودكت هو بسميه in this case adduct. أوكي؟ لأنه بتكون عندك bond between the acid or the electron bear acceptor donor acceptor electron bear donor will electron bear acceptor. ما حال حد عنده اي سؤال؟ كل
نعم. أنا حكيت كله تمام. كله تمام، أوكي. خلينا أشيك هون. طيب. ماشي الحال. هسا another example زي ما أنتوا شايفين هون. شو وين الأسيد وين البيس؟ ليش؟ شو البي البورون شو عنده؟ تقبلت زوج من الإلكترونات. اللي عنده فلك فارغ. أيوة. شو هو شو اسمه أي فلك بالضبط؟ إمتي؟ إمتي بي أوربيتال. بي أوربيتال. بالضبط. ممتاز. إذن البي أف ثري هو لويس أسيد because it is it can accept electrons from the base. إذن هو electron bear acceptor. Because why the boron has the ability to accept the electron? Because it has empty p orbital. Where is the ethyl ether? أو الدايل صح هذا المركب بسميه دايethyl ether. شو أكسجين عندها؟ عندها أكثر إلكترونية عالية فهي electron bear donor. It can donate its electron to the boron which that have ish empty p orbital. صح؟ فمعناته اللون بير اللي على الأكسجين رح يروحوا على الـ MTP orbital ف this compound will act as we're going to consider it as Lewis base because it's electron rich whereas the BF3 is an acid. Okay؟ والبرودكت رح يكون عندي adduct و formation of a new covalent bond. Okay؟ هذول عبارة عن examples of Lewis acid و Lewis base. فالـ Lewis acid في هاي الحالة هم عبارة عن electron bear acceptor okay في حين البيس electron bear donor. طيب الآن هون يعني الأسئلة رح تيجي simple بالبارت الأول يعني بدنا نحكي أول 15 علينا نحكي أول 12 سلايد هذول يعني سؤال سؤالين عليهم لأنه بفترض الطالب بعرف يعني أشياء بيسك. أنا موضوعي الأساسي هو الأورجانيك أسيد والبيس أورجانيك بيسز. أوكي طيب بس مراجعة سريعة للبي اتش والبي كي عشان بس هيك نستذكر. البي اتش the concentration of H plus صح هي عبارة عن تركيز ال H plus هو الأسيد ماشي وهو مجر للأسيديتي وهي عبارة عن minus log يعني البي اتش هي عبارة عن minus log concentration of the acid. The higher the concentration of the acid معناته الأسيد the lower the بي اتش طبعا لأني أنا ماخذ minus log فكل ما إذا كان عندي البي اتش equal to 7 بكون إيش neutral. If the بي اتش above than 7 إيش بكون solution هو basic وإذا كان lower than 7 شو بكون أسيدي. بالضبط. إذا هو description لسوليوشن. أوكي؟ فمتى بحكي أسيدك بيسك ونيوترال ماشي حسب البي اتش. هاي معلومة الكل بتوقع بعرفها. الآن البي كي اي. Can I tell? This is my question. Can I tell from using the BKA? Okay? Can I tell from the value of BKA if the compound is acidic or basic? هل بقدر باستخدام البي كي اي قيمة البي كي اي اني احكي هذا المركب اسيدك ولا بيسك؟ لا ما بعرف لانه خاصة فقط حموض لانها ايه خاصة مجر خاص بالحموض بالاسيدك مو بالبيس لانه هذاك البي بي ايوه البي كي بي طيب ممتاز يعني هسه انا يا لو حدا يجي يحكي لك بي كي اي ايكوال تو 1 Can I tell this compound is acidic? لا. What I need to do, I need to look at the structure of the compound. صح؟ بدي أطلع على compound structure. Then, if the compound is acidic, if the compound has acidic functional group, then I can use the BKA to determine if the compound is strong or weak acid زي ما حكيت لانه هاي صفه خاصه مثلا البي كي اي هي للاسيد لكن ممكن اعطيكي بيس والبي كي اي اتش تكون يعني انه البي كي اي للكونجوجيت اسيد للبيس فالفكره انه انا مثلا اعطيتك البي كي اي للمركب هي عباره عن مثلا أربعة البي كي اي you cannot say this is okay weak or strong acid خلي
what you need to do, you go to the compound, draw the structure. Okay, I draw the structure. If the structure has acidic functional group, then use, بعديها بتستخدمي ال pKa to determine this is a strong acid أو a weak acid. فباجي بطلع مثلا ال pKa رسمت المركب فهي عبارة عن acidic functional group. Then إيش I say, okay, the pKa is 4 is okay, relatively strong acid. Okay. مقارنة ممكن أعطيك مركب ثاني أوكي وال pKa تكون ال pKa equal to 10 أوكي ما بقدر زي ما حكيت لك من ال pKa حدد أسيدك ولا لا برسم ال compound أيوة this is acidic function group باجي بحكي X is more acidic than Y لأنه X و Y هم both acid بس بستخدم ال pKa to مثلا to compare ال إيش ال acidic strength أوكي أو ممكن بال basic strength ممكن بس أنت بكون مخك إنه ال pKa H للconjugate acid أوكي فمعناته مرة ثانية I can use the pH to say the compound the solution is acidic the solution is basic the solution is neutral but I cannot use the pKa to say the compound is acidic أو basic أو neutral ماشي الحال إذا بقدر من قيمة الـ pH أعتبر أو أحدد إنه السوليوشن حمضي أو قاعدي أو لا لكن من قيمة الـ pKa ما بقدر أحدد إنه المركب حمضي أو قاعدي أو نيوترال لازم أرسم شكله وبعدين أتأكد عنده acidic function group بحكي هذا acidic Okay, by looking to the structure, only I can determine if the compound is acidic ولا. Then, بعدين بستخدم قيمة ال pKa حتى أحكي إنه strong acid أو weak acid. أو أستخدم ال pKb مثلاً حتى أحدد إنها strong أو weak base. أو حتى أستخدم ال pKa للconjugate acid. Okay, وأحكي إنه هاي weak base أو strong base. ماشي الحال؟ يعني ممكن تستخدم ال pKa حتى تحدد ال basicity ترى. اوكي راح اعلمكم اياها لقدام يعني في السوكي فانا بفكر في الايش في الكونجوجيت اسيد لهاي البيس فكل ما زادت البي كي اي للاسيد شوفي كل ما زادت البي كي اي للاسيد بتقل الاسيديتي ولا بتزيد بتقل ايوه كل ما زادت از بي كي اي انكريزز الاسيديتي ديكريزز اوكي وكلما زادت شوفي كلما قلت البي كي زي ما انتم شايفين هون يعني ماينس 2 معناته فيري سترونج اسيد لما تكون 14 ويك اسيد في المقابل لما تزيد البي كي للاتش للكونجوجيت باسيد للبيس بتزيد صح كلما زادت البي كي اي بتقل الاسيديتي ولا بتزيد الاسيدي بتقل البيسيتي ولا بتزيد بتزيد كلما زادت البي كي اي بتزيد البيسيتي نعم عكس الأسيديتي طيب احنا الآن هاي شوفوا مقدمة بشكل عام عن الأسيديتي والباسيسيتي بشكل عام أشياء سمعناهم نعرفها من قبل الآن رح نيجي نحكي عن الأورجانيك أسيد and organic bases وهذا اللي أنا بهمني كطالب صيدلة بشكل أساسي ليش؟ لأنه مساقات الكيمياء الطبية رح تنعطى ستركتشر للدراج الآن الدراج بعد تناوله بصير له ديستريبيوشن بتوزع بالجسم فشو ما هالدراج بوصل للستومك بوصل للبلاد بوصل للإنتستين يعني بتوزع صح؟ الآن شو الفرق between these compartments اللي في البادي شو الفرق بيناتهم بفرق عن بعض في البي اتش أوكي؟ فبيجي بسألك الدكتور هذا الدراج في الستومك شو بصير له إذا في عنده مثلا نيجي نحكي acidic functional group ممكن يصير لها ionization okay إذا if the compound if the drug has acidic or basic functional groups رح يصير لهم ionization protonation أو deprotonation فأنت to be able to answer their questions في medicinal chemistry you have to have background Okay, you have to have information about acidity and basicity. My job here to show you or to teach you how to say this is acidic, this is basic, this is neutral. أو you, إنه to say compound X
is more acidic than compound Y, أو compound X more basic than compound Y. ماشي الحال؟ أنا بدي أدربك هون، بدي أدربكم تتميزوا تحكوا هاي acidic functional group، تحكي إنه هذا المركب more acidic من هذا المركب، هاي الH more acidic من هاي الH. أوكي؟ بعديها هاي المعلومات رح تستخدموها وين؟ في مواد طبية، زي مثلا اللي درستكم الأروماتيسيتي، الريزونانس، هاي معلومات مش هيك مندرسكم إياها بدون معنى، لا أنا بدي أبني عليها. أوكي؟ فإحنا بنعطيكم البيسك والباك جراوند واللي أنت رح تستخدمه ليتر آن وتزيد عليه في المواد القادمة. ماشي الحال؟ حدا عنده أي سؤال لهاي اللحظة؟ لا دكتورة. أوكي طيب، الآن أنا بدي أنتقل شوي شوي بالسلايدات، يعني لأن هالأمور بتصير جديدة علينا. طيب Imagine I give you three acids. أوكي هيك الامتحان بكون، بعطيك HA مثلا HB or HC and HC أو this يعني أو three hydrogens in the same compound، يعني ممكن يكونوا ثلاث مركبات أو أعطيك ثلاثة هيدروجين بنفس المركب، نفس الطريقة الحالية يعني ما بتفرق. بعد ما أعطيك يوم أحكي لك rank them according، مشكلة القلم خطة، خليني ثواني، according to ايش الاسيديك سترينث. كيف انا ممكن ارتب هذول ال how can I rank this compound okay according to their acidity او الاسيديك سترينث only. شوفوا not using يعني I'm not going to use the pKa at all. You will not be giving pKa values at all. ترى يعني احنا حكينا ذكرتكم شو البي كي اي، لكن مش راح اعطيك في الامتحان بي كي values at all. How can I rank these compounds according to their acidic strength صح؟ Only by looking to their structures. فقط من خلال النظر على شكل المركب بدك تكون قادر انك ترتبهم حسب الacidic strength. شو رأيكم؟ الدكتور اللي بيكون weak conjugated base راح تكون أكثر acidity أو strong أكثر. إذا كانت weak conjugated base يعني أنت بدك تطلعي على ال conjugate base يعني A minus وال B minus وال C minus وترتبيهم حسب ال strength. آه بالضبط، اللي حتكون أكثر weak معناه ال acidic حيكون أكثر، إذاك حيكون يعني أكثر strong. أوكي طيب ماشي الحال، أنا أطلع على الكونجوجيت بيسز أوكي ورتبهم حسب السترينث. طب كيف بدي أرتبهم حسب السترينث؟ يعني هل هاي مجرى من كاركترستيك حسب قوة الA minus؟ مثلا أنا لما أكون عندي مثلا خلينا نحكي H2O وعندي شو بدي أحكي مثلا H2S، رسمت OH minus و HS minus. طب كيف بدي أرتبهم حسب السترينث؟ الموضوع ترى مش سهل، يعني أنا ما في كيف بدي أحكي، ليش بدي أحكي مثلا والله ال HS minus more أو stronger than OH minus أو العكس. حسب السترينث هو أنا صح بدي أطلع على الكونجوجيت بيسس، بس ما بدي أرتبهم حسب السترينث، برتبهم حسب إشي ثاني. خلينا نوصل للمعلومة من خلال هذا السلايد. أوكي خلينا نشوف هون. إذن زي ما حكى زميلتنا إنه فعليا نطلع على الكونجوجيت بيس. شوفي if the acid is weak the conjugate base هي strong. strong شو معنى strong؟ strong يعني قوية، شو معناتها؟ high energy. شو معنى high energy؟ less stable صح؟ more active صح، high energy يعني more active
نشيطة جدا. لما تحكي عنها عندها طاقة عالية معناتها نشيطة جدا، معناتها هي لسه ستيبل، صح؟ لسه ستيبل. تعالي احكي عن الأسد إنه ويك سترونج، سوري. إذا لحد الآن احنا شو حكينا؟ إذا كان الأسد ويك رح تكون الكونجوجيت بيس strong، معناتها less stable more active high energy. طيب لو كان الأسيد strong، لو كان الأسيد strong رح يكون الconjugate base weak. شو معنى weak؟ يعني less reactive. شو يعني less reactive؟ more stable اللي هي low in energy، lower energy معناتها more stable. معناته can I find the relationship between the acid strength and the stability؟ شوفوا the stability is a measurable value، يعني هي characteristic I can tell about it from the from only يعني from looking to the chemical structure. يعني can I now is there is any relation between the acidic strength and stability to the conjugate base؟ شو شايفين؟ في علاقة إنه كل ما كانت القاعدة المرافقة أضعف بتكون more stable، كانت أقوى بتكون less stable. والأسيد وبالتالي conjugate acid شو رح يكون؟ إذا كان هو القاعدة المرافقة إذا كانت more stable بتكون هي بيكون قوي، بيكون الحمض قوي، وإذا كانت less stable بيكون الحمض ضعيف. ممتاز. إذن شوفوا إذن there is a relationship between the acid strength and the stability of conjugate bases. شو هي هاي relationship؟ لو نروح على last next slide، more stable conjugate base means stronger acid. إذن أنا شو لقيت من هذا الديجرام؟ لقينا إنه في عنا relationship between the acidic strength and the stability لمين؟ للconjugate base. كل ما زادت the stability للconjugate base بيزيد عنا the acidic strength. كل ما كانت الكونجوجيت بيس مور ستيبل كل ما كان الأسيد سترونجر. طيب ليش اخترنا احنا نطلع على الاستابيليتي للكونجوجيت بيس؟ لانه نقدر نوصل لها من خلال النظر على الكيميكال ستراكشر، وهذا اللي راح اعلمك اياه من هذا السلايد ورا، انه كيف تطلع على الكونجوجيت بيسز وتحكي انه ستيبل ولا لا. في عنا فاكتورز ذات افكت الستابيليتي للكونجوجيت بيس. إذا معناته كل ما زادت الستابيليتي للكونجوجيت بيس كل ما زاد الأسيديك سترينث. الآن how can I tell which one is more stable as a conjugate base؟ في عنا factors that influence the stability للكونجوجيت بيس، الريزونانس والإلكترونيجاتيفيتي، atomic size، الهايبريدايزيشن والإندكتيف إفكت. في عنا 5 factors affect the stability للconjugate bases. إذا ألخص لك لغاية الآن شو أنا حكيت. حكيت لك أنا بعطيك أسيد، ممكن تعطيك HA مثلا، HB، HC، HD. أوكي، أنا شو بعمل؟ خطوات حل السؤال. أول خطوة برسم الconjugate bases. كيف بدي أرسم أنا الconjugate bases؟ بشيل H وبحط مكانها negative charge. ذكر حالك إحنا بنحكي عن ال weak acid. أوكي، weak acid شو يعني weak acid؟ يعني HA plus water عندي equilibrium بصير عندي A minus زائد H3O plus. إذن أنا دائما بحكي عن الأسيد والconjugate base. بعدين فأنا طريقة الحل، أول خطوة I have to draw the conjugate bases A minus B minus C minus D minus. شايفين صح؟ شايفين السلايد؟ واضح دكتورة. أوكي، بعد ما أرسم أنا الconjugate bases بش أفكر في الستابيليتي للconjugate bases.
بفكر في الاستابيليتي برتبهم. إذا كانت A minus if A minus more stable than B minus more stable than C minus more stable than D minus, what does this mean? الحمض H A أقوى من H B أقوى من H. أيوة. ممتاز. معناته ال H A stronger as acid than H B than H C than H D. ماشي الحال؟ ليش اخترنا ننظر للاستابيليتي للكونجيجيت بيس مش مثلا للسترينث؟ لانه الاستابيليتي بقدر من خلال الشكل المركب احدد انه ستيبل او لا حسب الفاكتورز اللي راح اشرحها ابلش بشرحها الان. اوكي؟ فالاستابيليتي something you can tell from the structure of the compound. اوكي؟ فانا الفكره الاولى لغايه الان بس اعرف كيف طريقه التفكير. برسم الكونجوجيت بيس بعدها بفكر في الاستابيليتي بعد ما رتبهم حسب الاستابيليتي كأني خلص رتبتهم حسب الاسيديتي. بس ميك شور انك ترسم الكونجوجيت اسيد. يعني if A minus more stable than B minus this means انه ال HA more acidic than HB. طيب خلينا نبلش بأول فاكتور وناخذ أمثلة ونطبق على هذا الكلام. يعني هون أعطيكم real example مش HA HB، أعطيك مركب حقيقي. أوكي؟ فنبلش بأول فاكتور واللي هو الريزونانس. أول فاكتور how does resonance affect the stability للكونجوجيتي. أولاً إن هذا التابل بحكي لك more or better resonance structures of the conjugate base lead to a stronger acid. طبعاً شوف عندك أنت هون بدي أركز على نقطتين more or better resonance structure. هسه المفروض دركته ليش انا درستك الريزونانس، لانه بدون ما تكون انت فاهم الريزونانس ما رح تقدر تحل سؤال على الاسيديتي. طيب الفكره هون انا برسم الكونجوجيت بيس A minus، برسم الكونجوجيت بيس B minus اذا اعطيتك HA و HB. رسمت A minus و B minus. if A make more resonance structure than B minus. شوفي مرة ثانية، إذا كانت A مش الحال، إذا أنا معطيك HA و HB. رسمت أول خطوة برسم الكونجوجيت بيسس. If A minus make more resonance structure، مثلا for example A بتعمل 4 resonance structures whereas B تعمل 2 resonance structures، أيها more stable A minus ولا B minus؟ A minus. A minus. أيوة، لكن هو could be correct بس could be not. Why؟ لأنه في عندك more وفي عندك better. مثلا متى جوابك correct؟ مثلا ال 4 resonance structures النيجاتيف في الحالات كلها على الكربون، وال 2 النيجاتيف في الحالات الثنتين على الكربون. If A minus in all of its resonance structures اللي هم الفور negative charge on minus whereas B minus negative charge in the two structure negative charge on carbon. Okay، فاهمين على إذا كانت A minus كل resonance structure negative على الكربون والB كلهم negative على الكربون، yes بتكون A minus more stable than B minus. فاهمين علي؟ أو لو كانت كلهم الأربعة على الـ O، كلهم على الـ O minus. في حين دكتور يعني بالحالتين الـ A minus more stable than B minus. الـ A minus more stable in this scenario. Okay، الـ A minus more stable than B minus لأنه في كل الحالات الـ resonance negative on the same atom. إذا more لما تكون النيجاتيف on same atom، يعني in all resonance structure النيجاتيف على الأكسجين، in all resonance structure النيجاتيف على الكربون، in all النيجاتيف okay and so on. إذا الفكرة إنه more متى بعد بهمني عدد ال resonance structures، متى بهمني العدد؟ لما تكون النيجاتيف في الحالات كلها على نفس الإيش؟ على نفس الأتوم. أيوة على نفس الذرة. طبعا انا ليش بقول نيجاتيف؟ لانها كونجوجيت بيس والكونجوجيت بيس صار عليها نيجاتيف. اوكي
متى بروح على البتر سيناريو؟ متى بروح على بحكي والله A minus has better resonance than B minus؟ شوفي لو أنا أغير هون شوي تغيير بسيط أحط لك إنه تفضل يعني هسه أنا لازم أثبت عامل عشان أشتغل أو أقارن بالعامل الثاني يعني مثلا أثبت عدد الريزونانس مثلا أنه كلاتهم عندهم مثلا أربع ريزونانس وأربع ريزونانس هون أنا بنتبه للمثال مين أكتر بتر بتر لا لا ما هو لا ممكن أنا أعطيك نيجاتيف على O شوفي هذا الوضع ها نيجاتيف على O versus نيجاتيف على C هذا بيكون بتر نيجاتيف على المور إلكترو نيجاتيف مقارنة بنيجاتيف على لس إلكترو نيجاتيف هاي الحالة أنا عندي أربعة ريزونانس على النيجاتيف على الكربون whereas in this case I have two resonance on the النيجاتيف على الأكسجين أيا بتر A ولا B B B فبهاي الحالة بتصير B minus more stable than A minus معناته أرجع إذا كانت النيجاتيف إذا كانت النيجاتيف في كل الحالات on the same atom شو يعني كل الحالات؟ In all resonance structures in negative on the same atom yes you go to more بتعدي الأكثر معناتها هي more stable لكن إذا كانت النيجاتيف مرة يعني مختلفة مرة على الأكسجين مرة على الكربون مرة على النيتروجين أوكي؟ لا بحكي النيجاتيف على more electronegative atom more stable than النيجاتيف على less electronegative atom فبيكون العكس بيكون عندي better scenario اوكي هلا بدي احل لكم سؤال يعني حقيقي واستخدام real compound مين اللي كانت بدها تسال كان حدا بدي يسال خلينا نطبق على هذا الكلام شوفوا اطلع على التيبل هذا التيبل رح نناقشه مركب مركب بالتفصيل رح نبلش بأول ثلاث مركبات على الشمال ماشي الحال معي الألكوهول أليفاتيك ألكوهول والأروماتيك والكاربوكسيليك أسيد خلينا نرسمهم بالنكس سلايد خلينا R O H وعندي فينول وفي عندي الأسيتيك أسيد أو الكاربوكسيليك أسيد. طبعاً الآر ممكن تحطي مكانها إذا بتخربطكم إني أحط آر بدي أحط سي اتش 3 معي أنتوا صح؟ آه دكتور. آه دكتور. شو أول خطوة أعمل حسب طريقة الحل اللي اتفقنا عليها؟ ثالث الكونجكتد باس بشيل اتش من كل. أيوة ممتاز. إذا أول خطوة برسم الكونجكت باسز بشيل اتش من كل واحدة. أشيل H من الأسيديك فانكشنال جروب يعني مش رح أشيل H من كاربون صح؟ بشيلها من ها من الأكسجين أسهل إني أشيلها من الأكسجين طيب بعدين باجي بقارن خلينا أسمي A و B و C خلينا نقارن A و B بعدين بدخل C عشان سهل الأمور طيب الفاكتور هون طبعا إحنا بنحكي عن الفاكتورز أول فاكتور حكينا عن الريزونانس إذا الموضوع هو الاختلاف ما بين A و B و C أصلاً بيني واضحة يعني شوفي A نيجاتيف على O و B نيجاتيف على O و C نيجاتيف على O يعني ما في لا سايز ولا إلكترونيجاتيفيتي ولا إندكتيف إفكت ولا ريزونانس ولا هايبريدايزيشن يعني رح نفهمها بالآخر لما يكون كل الفاكتور بصير الأمور أسهل بجوز هسا تحكي آه شو بيعرفني بس تأكمل شرح كل الفاكتورز بصير الأمور أوضح الآن إحنا بنحكي عن الريزونانس الفرق إنها إيه؟ كم ريزونانس ستركشر إيه بتعمل؟ زيرو ريزونانس ستركشر بالضبط النيجاتيف تشارج on this oxygen هي localized localized شو يعني localized؟ يعني no resonance أوكي؟ في حين B عندها resonance إذن A ما بتعمل resonance Whereas B can make resonance. أياها more stable A ولا B? Yeah. إذن B more stable. خليني أكتبها هون. B more
stable than A. أنت لما تيجي تحكي B more stable than A يعني قصدك النيجاتيف charge اللي في B more stable than النيجاتيف charge في A صح؟ يعني النيجاتيف can make resonance ها؟ في B لكن النيجاتيف في A ما بتعمل resonance. طيب؟ معناته what does this mean؟ لما تيجي تحكي B minus more stable than A minus شو معناتها؟ كأسيديتي الفينال هو أقوى من B أقوى من B أيوة HB more acidic than HA وال HB هي عبارة عن الفينول exactly more acidic than aliphatic alcohol CH3OH مثلا اللي هو الميثانول more acidic. حدا عنده مشكلة لهي اللحظة؟ لا دكتورة. أوكي إذا سهل هون أسهل سيناريو إنه واحد بيعمل ريزونانس والثاني ما بيعمل ريزونانس. طيب نروح إحنا الآن على السي ندخلها على الموضوع. هلا ما بين سي وبي ها تاني اوسع لهم تو ذا تو ستراكشرز كان ميك ريزونانس يعني بي كان ميك ريزونانس وسي كان ميك ريزونانس. طيب شو كيف بدي احدد انا بشوف كم واحد برسم ريزونانس ايوه منشوف كل واحد شو كم ريزونانس مور اور بيتر هون بدنا نشوف هل هي بالمور ولا هي بالبتر بنروح برسم الريزونانس ستراكشرز للكونجوجيت بيس الاولاني اللي هو هذا اوكي اللي هي سي وبرسم الريزونانس ستراكشر ل بي فهون دورك ترسم الريزونانس النيجاتيف هون تيجي لهون موف move the negative charge move the double bond فهي R1 بعطيني R2 can I draw more resonance structures for the negative charge انت بتحكي عن delocalization للnegative charge يعني if the compound has more resonance structure in different place we don't care we care only about the delocalization of the negative charge يعني قصدي لو هنا مثلا في عندك هيك امتداد عندك دبل بوند وسنجل ودبل بوند هذا ما بتهمني هاي بعيدة أنا بحكي عن الريزونانس اللي بيدخل فيها النيجاتيف تشارج إذا الريزونانس structures that contribute to the stability of the negative charge أوكي فقط أنا بهمني delocalization للنيجاتيف تشارج فقط لما احكي لك هيك وهي معناتها نيجاتيف صح نيجاتيف تشارج طيب فقط بتهمني اللي هم الريزونانس اللي بدخل فيها النيجاتيف تشارج طيب لما لو اجي الخص لتحت سي هون ارجع عن سي هاو ماني ريزونانس ستراكشر للسي كم واحد رسمناه تو ريزونانس ستراكشرز بالضبط اللي هم ار1 و R2 طيب ب R1 وين النيجاتيف موجودة؟ على أكسجين أيوة ب R2 وين موجودة؟ كمان على الأكسجين فباجي بحكي بالتو ريزونانس ستراكشر النيجاتيف على الأكسجين هاي التلخيص أو حتى التلخيص هاد هيك بهمني التلخيص بالنهاية بروح على اللي بعده اللي هو B برسم لها الريزونانس ستراكشرز الريزونانس ستراكشرز ذات كونتريبيوتد تو ذا ستابيليتي اوف ذا نيجاتيف تشارج فهي كمان فرصه لك تتدرب على الريزونانس فبتيجي عندي اول شيء النيجاتيف على الاكسجين بعدين بمشيها بتنتقل على الكربون بمشيها بتنتقل على هاي الكربون بعدين لهاي الكربون وبعديها بترجع على الاكسجين هلا هاي عندي ار1 وار2 ار3 R4 و R5 شوف ما بين R1 and R5 هل في عندنا delocalization للنيجاتيف تشارج؟ لا الترجي نجعت محلها على O بالضبط صح إنها R1 و R5 هم resonance structures ماشي الحال لما أحكي لك how many resonance structures for the phenolate ion بتحكي لي 5 لكن لو حكيت لك how many
resonance structures contributed to the stability of the negative charge. تحكي 4 لأنه R1 equal to R5. إذن أنت إذن فعليا okay, بتعد إذا حسألتك how many resonance structures in total تحكي 5. لكن لما أحكي عن الأسيديتي أنا عندي 4 resonance structures contribute to the stability للنيجاتيف تشارج. فقط 4. يعني شو يعني أنا بهتم باللي بتتحرك فيها النيجاتيف تشارج؟ يعني شوفي هون النيجاتيف على الأكسجين، إذن هي تحركت وراحت على كاربون نمبر 1، بعدين تحركت على كاربون نمبر 3، تحركت على نمبر 4، تحركت رجعت على الأو أو، يعني طب أنا ما يعني ما تحركت، فأنا فعليا بهتم بالريزونانس ستراكشر اللي بتتحرك فيهم النيجاتيف تشارج، فأنا عندي 4. Among these 4 عندي 1 resonance structure النيجاتيف على الأكسجين و 3 resonance structure النيجاتيف على الكربون. ماشي الحال؟ فمعناته في I go back and write it down. In this case I have how many resonance structures contributed to the negative charge in B? 4 resonance structures. نعم. 1 النيجاتيف على الأكسجين وال 3 نيجاتيف on carbon. ماشي الحال؟ هيك صار عندي تلخيص، صار عندي summary هون صح؟ الآن هل أنا عندي more or better scenario؟ Better. شو يعني more؟ المore نعم better. ممتاز. لو أنا بدي أطلع على عدد ال resonance structure أحكي C for B مثلا، خلينا نجي نحكي B for more resonance structure than C، كان جوابت إنها B more acidic more stable than C. لكن فعليا أنا ما عندي، إذا عندك أنت more or better scenario always go with better. إذا كان عندك اختيار ما بين more or better، لا أنا بهمني البتر، فأنا لا أنا معناته C forms better resonance structures than B. ليش؟ لأنها C عندها two resonance structures in negative على الأكسجين واللي هي more electronegative، لكن B في عندها only one resonance structure in negative على الO. فمعناته C more stable than B. إذن C more stable than B. صح ولا لا؟ مين عنده أي مشكلة هون؟ يحكي احكي. تفضلوا احكوا. هم بالعادة الطلاب هون بيغلبوني، يعني إذا أنتوا يعني شطورين كثير إنكم تسألوا. فاهمين علي؟ يعني هسا أنا احكوا. Any question؟ لا دكتورة مش مفهوم. طيب ممتاز. طيب الآن معناته ترتيبهم حسب الاستابيليتي، أيا more stable C then B بعدين أول إشي C بعدين B بعديها A. حسب هاي ترتيبهم حسب إيش؟ stability. معناته ال HC more acidic than HB more acidic than HA، يعني الأسيتيك أسيد هذا المركب more acidic than الفينول more acidic من الكحول الأليفاتيك الكحول. والدليل لو تطلعوا على البيكية
عشان تقنع حالك الأو الكربوكسيليك أسيد البي كي اي 5 الفينول 10 والألكوهول العادي الأليفاتك 18 as the BKA become less the acidity يعني as the BKA decreases the acidity increases معناته أكيد الأسيتك أسيد هو أقوى من الفينول من الألكوهول هاي ترتيبه 1 2 3 حسب الأسيدتي دكتورة تفضلي لأسألك بالنسبة للمثال السابق هسه مثلا يعني إنه شفنا مثلا الإلكترونيجاتيفيتي لما حسبناها مثلا لثري على الكربون وواحد أكسجين خلينا نحكي مثلا ساوت التو الأكسجين يعني تمام إنه الإلكترونيج تساون يعني هاي الحالة بروح على العدد المور أكتر إزنان صح؟ ما هو شوفي هو صحيح كلامك يعني أنت قصدك ممكن نزيد النمبر يعني النمبر كثير كثير بحيث إنه عوض الناقص في الفرق في الكهروسلبية ايوه عادك احنا دورنا بنتجنب هيك اسئله صح وارد جدا وارد جدا طبعا اكيد ممكن مثلا يكون عندك نيجاتيف على 10 كربون يعني يكون عندك بعمل 7 ريزونانس ستراكشر يكون منهم 6 على الكربون وواحد على الاكسجين ممكن الستة على الكربون يساوين يعادلين او حتى يغلب النيجاتيف على الاكسجين فانا هون دوري في لما اكتب السؤال ما في تعارض بالفاكتورز اخلي انا السؤال ما يصلش لهذا الحد لانه الطالب ما راح يقدر يحله فدوري من هاي الإشي هسه بس إنه صح keep in mind إنه صحيح لما أنت تقرأي في الليتريتشر وتقرأي في الكتب ممكن تستغربي هاي مثلا لأنه زي ما حكيتي في حد معين لحد معين بيصير هذا الإشي لا خلص بلتغى يعني في إشي بيعوض عن إشي ثاني فما رح تشوف هذا الأسئلة ما رح تشوف هذا الإشي بأسئلتنا أوكي وكويس إنك يعني فكرتي بهذا الموضوع إذا لحد معين يعني بس بالعادة ثلاثة نيجاتيف على الكربون ما بيعادلوا يعني نيجاتيف يعني بهذا المثال الثلاثة نيجاتيف على الكربون ما عادلوا نيجاتيف على الأكسجين لكن ممكن ستة أو سبعة نيجاتيف على الكربون يعادلوا أوكي فأنا بشيك على البي كي قبل ما أعطيكم السؤال خلينا نحل ثلاث مركبات رقم اثنين بالكولوم رقم اثنين ورقم ثلاث أو حتى بالنظر شوفوا هون بدون لو بديش أرسم مثلا قياسا يعني كولوم 1 أقيس عليه كولوم 3 لو سألتكم رتب لي إياهم حسب الأسيديتي شو أول خطوة بتعمل؟ برسم كونسنتريتد بيس أيوة بشيل واحد من الأتش برسم نيجاتيف ممتاز بعدين خلينا نسمي A و B يعني A minus و B minus و C minus طيب A minus شو هي رتب لي A minus مع B minus شو A minus كم ريزونانس بتعمل زيرو ريزونانس ستراكشر بالضبط زيرو B minus تعمل ريزونانس لحد الآن فيش داعي تعد واحد بتعمل ريزونانس واحد ما بتعمل ريزونانس فيش داعي تعد العدد الريزونانس بهاي اللحظة لأنه في الامتحان مش أجيب لك واحد بتعمل ريزونانس واحد ثاني ما بتعمل مش أقعد أعد وأضيع وقت خلاص ما هو وصلت للجواب فبناء على هذا الإشي واحد بتعمل ريزونانس واحد لا فهي B minus more stable من A minus طيب الآن لما بدأ أقارن B minus مع C minus كونه الثنتين بعملوا ريزونانس وقتها بعد B minus شو بتعمل how many resonance structures حكينا نفس أيوة نفس فكرة اللي هي الفينول فرح هي بتعمل 4 resonance structures 1 النيجاتيف وين بتكون عن نيتروجين أيوة وثلاثة نيجاتيف على الكارب بالضبط روعة C minus كم resonance structures 2 resonance structures واحدة النيجاتيف على الآن 1 وين شوفي كيف ترسم جيبي هاي لهون وهاي بتنتقل على الأكسجين نيجاتيف على الأكسجين معناته ما بين B و C أنا عندي more ولا better scenario better. C minus more stable than B minus لأنها C minus makes more better resonance structures
ليش بتر؟ لأنه أنا عندي نيجاتيف على الـN، نيجاتيف على الـO، في حين في بي عندي نيجاتيف على الـC، حتى لو الـM ثلاثة بس على الـC، فهي الـC لس إلكترونيجاتيف من الـN. فالقاعدة بتقول لي إنه النيجاتيف على المور إلكترونيجاتيف أتوم مور ستيبل دان النيجاتيف على لس إلكترونيجاتيف أتوم. فصفى أنا ترتيبهم آخر إشي C minus مور ستيبل من الـB minus. فمعناته ككونجوجيت أسيد رح يكون هذا المركب مور أسيدك من second one من الثاني. يعني هاي عندي one two three كأسيد، أوكي كأسيد. فالأمايد مور أسيدك من الأنيلين اللي هو كومباوند نمبر 2 من الأليفاتك أمين. مين عنده سؤال لحد الآن؟ طيب نأخذ الثلاث مركبات اللي بالنص هون، طبعا نفس الفكرة بس أزيد عليهم مركب. أنا عندي RCH3 وعندنا هذا المركب، شوف هذا المركب زيادة عن الكولوم. C double bond O CH3 OCH3. طيب شو ترتيبهم؟ A B C D. كيف ترتيبهم حسب الأسيديتي؟ منشيل بيس. أيوة خلينا نرسم الكونجوجيت بيسز. طب بيسألوني ليش مثلا ما ليش ما حطيت النيجاتيف هون؟ ما بتعمل ريزونانس. أيوة ممتاز. يعني مثلا هو كان المركب، شوفي كيف كان، كان هيك، فكان في قدامك خيارين. طبعا رسمك للكونجوجيت بيس، كوركت كونجوجيت بيس هو أساسي تتحل. يعني إذا ما حليت ما رسمت الكونجوجيت بيس صح راح السؤال. طب شو بيعرفني هاي ولا هاي؟ فعليا نفس الفاكتورز بدك تستخدمي. هلا ما بين إكس وواي، يعني في كان قدامك تو هيدروجينز تو أبستراكت، إما أبستراكت هيدروجين مثلا نيجي نحكي واحد أو اثنين. If you remove hydrogen one you form this conjugate base اللي هو X. If you remove hydrogen 2, you form Y, conjugate base. هلا الفرق إنه X تعمل ريزونانس، يعني في عندها ريزونانس. هاي ها النيجاتيف تشارج. شوفي هاي النيجاتيف تشارج لهون وهاي لهون. في حين هاي النيجاتيف تشارج ما بتعمل ريزونانس لأنها نيجاتيف. سينجل سينجل وبعدين دبل. إذا هون no resonance. No resonance. فأكيد أنت بتاخذي المور أسيديك هيدروجين، أكيد رح تاخذي 1. لما ترسم الكونجوجيت بيس رح تستخدمي نفس القواعد والقوانين اللي بنحكي عنها الآن، الريزونانس والأتوميك سايز اللي هم الفايف فاكتورز. أوكي؟ إذا ليش أنا أخذت هيدروجين 1 وما أخذتش هيدروجين 2؟ لأنه الكونجوجيت بيس لهيدروجين 1 مور ستيبل ذان الكونجوجيت بيس لهيدروجين 2، وبالتالي هيدروجين 1 مور اسيديك ذان هيدروجين 2. فانت لما ترسم الكونجوجيت بيس ميك شور تو ابستراكت الموس اسيديك هيدروجين. طيب هون خطا الطلاب بالامتحان، ارسم الكوركت كونجوجيت بيس. اذا رسمت الرونج 1 راح السؤال. ماشي؟ حد عنده سؤال ما بين اكس وواي ليش اخذنا اتش 1 مش اتش 2؟ لا دكتوره. طيب إذا أنا بدي أمحي هذول. أوكي ونكمل السؤال، آخر سؤال محاضرتنا. أوكي طيب ما بين A و B أيا مور ستيبل؟ A
no resonance صح، نفس اللي حليناه قبل شوي. بي more stable. أيوة بي more stable than A، يعني بي minus خلينا نحكي عشانها نكون conjugate basis. طيب بعدين ما بين بي minus و سي minus عمور ولا بتر؟ أنا هذا هدفي، مور ولا بتر؟ مور لأنه ما في أصلاً فرق بين الكربونات أو أيوة. إنه في عند أكسجين أشياء ثانية. أيوة ممتاز. كم ريزونانس ستركتشر بي بتعمل؟ هذا واحد وهي تيجي لهون اثنين وتنتقل لهون ثلاث، إذا بي ثري ريزونانس ستركتشرز. يا ريت نتدرب على كيف نرسم الريزونانس. فعندي ثلاث ريزونانس ستركتشر وبالثلاث النيجاتيف على الكربون. تعالي على سي ماينس، كم ريزونانس ستراكشر؟ زي ما حكينا قبل شوي أربعة ريزونانس ستراكشر. شوفوا بالأربعة رح يكونوا إيش؟ كلهم النيجاتيف على الكربون. هسا ما بين سي وبي، سي ماينس مور ستيبل ذان بي ماينس، بس رحت على مور ولا بتر؟ مور. على مور. إذا سي ماينس for more resonance structure than B minus. ماشي، بس حبيت أضيف لك B عشان تعرف شو more or better. تعال ما بين C و D minus، شو على شو بتدحل؟ better. على better بالضبط، لأنه D عنده two resonance structures. طيب لا أقول والله for أكثر معناته، لا بدي أتأكد أكمل مرة النيجاتيف على الأكسجين وإيش مرة النيجاتيف على الكربون، فمعناته بحكي دي ماينس تعمل بتر ريزونانس ستراكتشر ذان سي ماينس، وبالتالي دي ماينس مور ستابل ذان السي ماينس. فصف الترتيب دي ماينس مور ستابل ذان سي ماينس ذان بي ماينس then A minus، وبالتالي HD more acidic من HC، more acidic than HB than HA. ماشي الحال؟ هذا السؤال سنوات زي هيك. هلا كمان في أسئلة يعني لما باللي نازل هذول مش كل الفاكتورز لساتنا شارحينهن، فبعديها لما تكمل الصورة كاملة عن كل الفاكتورز فبصير الأمور بتقدر تحلوا أسئلة السنوات. ماشي الحال؟ تمام دكتورة. هيك شوفوا التابل هذا، ناقشنا هذا المركب وهذا وهذا وهذول الثلاث، يعني قارناهم مع بعضهم كل ثلاثة مع بعض. هلا المحاضرة الجاية إن شاء الله رح نقارن اللي هو الإستر مع الكيتون مع الدايكيتون. مش عارف ليش مبين آخر ستراكتشر اللي هو ما الإستر اللي هو قيمته 25 البي كي والكيتون 20 والدايكيتون 9، ممكن تتدربوا عليهم من وايل. أوكي ونكمل الفاكتورز الثانية للأسيديتي. طيب حدا عنده أي سؤال على محاضرة اليوم؟ لا دكتور يعطيك العافية. الله يعافيكم. طب طلعي بالنسبة ل أنا وعدتكم أعطيكم محاضرة حل أسئلة على أول 3 بارس، خلينا زي هيك لملمة أفكار اللي عنده أي سؤال أي مشكلة. فأنا بقترح أنه يكون يوم الأحد مساء بعد صلاة العشاء، شو رأيكم؟ بناسب ولا؟ بناسب دكتور. طيب إذا خليني أرتب أفكاري هنا. 27 إن شاء الله. أي ساعة دكتور؟ أمات هو العشاء بأذن 8. الثمانية. طيب خليها 8:30، بس يا ريت حدا يعني يذكرني، مرات هيك بنضى الوقت بشكل سريع وبنسى الوقت. على الواتساب، على إيميل، على أي شيء، بحب الواتساب أسرع شيء. يعني ذكروني ماشي الحال، بحاول أنا ما أنسى. دكتورة بدي أسألك شو هي مادة المد؟ لنهاية الستيريو كيمستري. تمام دكتور. أوكي ماشي الحال. إذا إن شاء الله يوم الأحد بتكونوا يعني حاولوا بالويكند تدرسوا على أول 3 بارت، واللي عنده أي مشكلة
أو أي سؤال. بالعادة شو الطلاب بيعملوا لي سكرين شات على ال وين هون على الشات، زي هون مثلا أنا آية بعثت لي هذا السؤال ما لحقت، أنا حكيت يوم الأحد بجاوبهم بالمحاضرة زي هيك. فأنا شو بعمل قبل المحاضرة بتبعثوا ليها بكم ساعة، بعمل copy image وبروح بفتح باوربوينت، بجهز كل الأسئلة على شو على باوربوينت. فشو بصير الأمور برودكتيف، يعني بدأ الساعة عن ساعتين. أما لما بدي أفوت وأظني أستنى بأسئلتك وتتصوروها وتبعثوها وإشي بروح الوقت، وصراحة يعني إشي مزعج والواحد بتعب. فيا ريت أي حد عنده أي سؤال سنوات أسئلة عادية أي إشي يصور لي إياها. أوكي يعطيكم العافية وإن شاء الله المحاضرة الجاي. السلام عليكم.